المباراه الماضيه. يعني النادي الاهلي يختلف تماما عن ادائه في شوط المباراه الاول. الثقه مع ابو تريكه تواجدت في ارضيه الملعب، الثقه مع ابو تريكه بعد خروج عبد الله وخروج كذلك جدو ونزول ابو تريكه وفابيو جونيور. بالتاكيد اضافه قويه من مانويل جوزيه في ارضيه الملعب. صافره من حكم المباراه، وجود خطا في اللحظه الماضيه. لمسه ابو تريكه حلوه جميله على الجهه، يا الله يا ابو تريكه. محمد بركات من اسرع من اسرع في البلاب، وكره عرضيه من يقابل، لكن الكره ايضا تتخلص، ايضا تتخلص من لويس كوستافو. يا عيني على ابو تريكه وعلى لمسات ابو تريكه في اللقطه الماضيه. هنا لويس كوستافو في مواجهه الكبير لويس كوستافو، لكن عادت لمصلحه النادي الاهلي. هنا تخليص كره ممتازه من ابو تريكه، هجمه مرتده ممكن خطيره الله مرت لا وجود لي اوف سايد. فابيو جونيور تخلص، هذه عرضيه لكن ايضا تخلصت من دفاعات النادي البافاري. تعود من جديد احمد السيد يرسلها على الجهه اليسرى لمصلحه النادي الاهلي. هنا ضغط لمصلحة النادي الأهلي في هذه اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. هنا محاولة المرور لمصلحة وليد سليمان لكن عادت. حسام غالي كرة على الجهة اليمنى لمصلحة اللاعب